مرحبا بكم في القصيبة إقليم بني ملال. مرحبا بكم في مدينة القصيبة، معكم أشرف فخري من الساكنة ديال المدينة. منطقة القصيبة منطقة سياحية بامتياز، منطقة رائعة، جات في واحد الموقع جغرافي رائع، كتمتاز بعدة مناطق سياحية اللي منها تغبلوت نحليمة، منها أفلا نفران. المناطق اللي الصراحة بحال تغبلوت اللي كترتفع على سطح البحر ب 1250 متر. نتكلموا شويه على تغبلوت. تغبلوت نحليمه معروفه يعني بالصعيد العالمي، ما كاينش اللي ما كيعرفش تغبلوت نحليمه. بعض الاماكن الجميله في تغبلوت نحليمه بحال لولاك، كاين تنوع ديال التضاريس ديال الاشجار، اشجار متنوعه، كاين هواء طلق، كذلك يعني اماكن الاستجمام للاكل، اماكن عائليه. تغبلوت كذلك كيتواجد فيه واحد المركب تجاري اللي صراحه رائع، يعني يمكن للعائلات انهم يجيو ويجلسوا وياكلوا براحتهم، يعني خاص كذلك بالعائلات. كاينين عيون اللي الصراحه واخا نقصوا ولكن مازال 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 شويه ديال المياه. فتغبلوت نحليمه كيف كتشاهدوا يعني امتلأت عن اخرها، كل شيء كيجي لهنا هروبا من 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 من, من, من الحراره اللي كيعرفها الاقليم ديال بني منال وجهات بني منال وخنيفرة ككل. فتغبلوت غنية على التعريف. السلام عليكم، كيف الحال؟ كيفكم؟ مرحبا بي أنا عنكم بالمغرب، ومرحبا بكم في تغبلوت. المناظر الجميلة ما شاء الله، واللي بده يجي يزور هالمكان أنا موجود هنا، موجود قدام العين تنبيع الحلويات السورية، وما شاء الله مناظر جميلة، والناس هون ما شاء الله يعني رحبوا بي بأحسن الترحيب من السلطات، الجماعة كلهم ما شاء الله يعني تيتعاونوا معايا، وأنا واقف هنا قدام اللابسين في تغبلوت، وأتمنى كل واحد يجي ويزور هالمكان ما شاء الله، يعني مكان جميل، ويزور نطعميه من الحلويات تبعيتنا. وميت أهلا وسهلا بكم جميعا. وكذلك منطقة سياحية أخرى اللي رائعة وكنتمنى تعطاوها واحد الاهتمام كبير، اللي هي منطقة أفلا نفران اللي كيتواجد هي بعدة عيون، مكان رائع هادئ للاستجمام كذلك، ويعني يعني المكان بارد وهادئ. أفلا نفران معروف كذلك من زمان أنه كان يجيو ليه الناس، وفيه عيون، فيه مياه، في أشجار، تنوع ديال الأشجار، فيه هواء طلق، فيه أكسجين. فهاد الأماكن كيف ما كتشاهدوا يعني كيهربوا الناس كيف قلت من شدة الحرارة، وكيجيو الاستجمام وكيجيبوا عائلتهم ووليداتهم. كاين واحد الأمان كبير في منطقة تغبلوت نحليمة من ناحية الأمن، وكنبغي نوجه لهم شكري وتقديري على المجهودات ديالهم اللي كيقوموا بها في المنطقة. فتحية لكل من يسار على أمن وسلامة المواطنين في هذه المنطقة السياحية تغبلوت نحليمة. في البرد يعني ولات مؤخرا تغبلوت نحليمة كتشهد واحد التساقطات ثلجية اللي الصراحة كنا كنشوفوها غير في مدينة إفران، ولكن تغبلوت مؤخرا ولات فيها واحد التساقطات ثلجية مهمة، ولينا كنشوفوا الناس والزوار كيجيو في وقيتة ديال الثلج والوقيتة ديال البرد لتغبلوت، عكس أنهم كنا تنقولوا غير إفران، ولكن ولات تغبلوت هي إفران جهة بني منال خنيفرة.